اوكي، يمكن كنت عم تحل ال السيزون الايكو. بعدنا بس 13 واحد ايه، ما خلص، ما هي عم بيفوتوا. لازم نكون 18 او 19 بكل حال رح اعمل انا 21 يعني ريكورد للميتينج، ببعث لكم اياه. اوكي، كنا طيب بالفي في 3 الفي 3. طيب طلعنا الفي 3. اوكي، هذه طلعناها على كل حال. طلعنا ال V2 وال V3، مش هيك؟ طيب ماشي الحال، لا اساس ال V3 كنا عم نحلها. كنا عم نحلها. اوكي يلا، ححل ال V4، ما هي مثل حكيته. ماشي. طيب ال V4، هات لنشوف ال V4 شو بتساوي. V3 و V5 شايف؟ إذا كتبت هيك بالامتحان، كم ام مش في إيه بدنا ننتبه. فإذا هي ام 3 ام 5 و ام 5 اي اوفر 2 تاو بالضبط، اللي هي تي 5 ناقص تي 3 هي 2 تاو. لا ام 3 ام 4 بلس ام 4 ام 5. اوكي، فالام 3 ام 5 هي المسافة بين الام 3 والام 5، والام يعني المسافة بين النقطة هذه والنقطة هي، هي بتساوي هاي زائد هاي. فإذا ام 3 ام 4 ام 4 زائد ام بلس 4 ام ام 5 5 على 2 تاو. هلا ومعي اياهم جيفن، عادة بيكونوا هن جيفن. ام 3 ام 4 2 سنتيمتر زائد ام 4 ام 5 1.1 1.1 سنتيمتر على equal 2 3.1 over 2 into 0.5 0.02 قديش؟ على 0.02 ضرب 2 يعني يلا نشوف. 0.04. لا سهل. طيب من السنتيمتر هون ما ننسى نحول لشو؟ نحول للمتر. اوكي، من السنتيمتر للمتر شو بدنا نعمل؟ نضرب ب 10 باور ماينس 2 او نضرب نقسم على 100. اوكي، يعني 3.1 تايمز 10 باور ماينس 2 متر بتصير على 0.04 سكند. اوكي، نقسمهم على بعض هودي على كل حال وبيطلع معي الجواب بهذا الشكل. بيطلع معي الجواب 0.775 متر بير سكند. اوكي، هودي سهلين وحيجي مثل حكايتهم بالامتحان. يعني هودي الاقرع اللي عم نحلهم حيجي مثل حكايتهم بالامتحان. علامات ببلاش، يعني اللي بيكون حافظ القاعده سهله انه الواحد يطبقهم. طيب البارت اي، كيف نطلع ال A3؟ acceleration A3. هات لنشوف. V4 minus V2. ايوه، هلا بدي اذكركم بالقاعده، الاكسلريشن بتساوي V final ناقص V initial على T final. على T final minus T initial. بالضبط. هلا هون A3 يعني بدي اخذ قبل وبدي اخذ بعد. 2 وال 4 اكيد، هذا الانيشال وهذا الفاينل. طيب يعني V V شو 4 اكيد لانه هي الفاينل. minus V4 minus V2. V2. over T4 minus T2. هلا ال V2 وال V4 نحن كنا مطلعينهم قبل. كنا مطلعينهم 0.775 بالضبط. 775 هذه ال 4 وال 2 مش عارف قد ايه. وال V2 هي 1.625 بالضبط. وال T4 minus T2 على كل حال ما هي كم تاو؟ 2 تاو. هي 2 تاو لانه 4 ناقص 2 2، بضل اذكركم فيه هون احسن. طيب هذه متر بير سكند، فبيطلع الجواب بيطلع بالناقص، يعني اذا بتنقصهم هودي من بعض بيطلع بالناقص، فبده يطلع هذا ماينس 21.25 متر بير سكند سكوير. ما ننسى هذه اليونت لمين؟ للاكسلريشن. اوكي، هذه الاس اي يونت للاكسلريشن. اوكي، بهيك بكل بساطه يعني كل الافرع اللي حليناهم هلا حيجي مثل حكيتهم بالامتحان. طيب البارت اب، رايت ذا اكسبرشن and represent، يعني بدي اكتب الاكسبرشن لهود الفكتورز وبدي اعمل representation يعني بدي ارسم. اوكي، طيب خلينا نبلش بالposition vector R1 vector. تحط القاعدة لإلي يعني ولا كيف؟ ايه اكيد. XI vector. ايوه، هلا الـ R vector هي بتساوي OM vector
بشكل عام يعني عم بحكي عن قاعدة هي اكس اي فيكتور، هيدي القاعدة اللي نحن حافظينها. طيب إذا بدي أكتب الـ R1 فيكتور شو بتساوي الـ R1 فيكتور؟ هي O X1 I O M قبل الـ X بدي أقول O M شو؟ O M 1 equal X1 I فيكتور يساوي X1 I I فيكتور فيكتور. أوكي؟ طيب بس دقيقة خليكم معي شوي. اوكي ماشي استاذ. اوكي فهون هذا هو الاكسبريشن للR1 فيكتور. طيب الX1 هي من وين لوين؟ الX1 هي من الام 0 للام 1، هي من الام 0 بالضبط. ما هي مسائب الام 0 هون جاي على مين؟ جاي على الاو، يعني كونسايد مع الاو. ونحن عاده الابسس دائما من إيسا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاو. فهي من الام 1 للاو، هذه هي الاكس 1. طيب يا استاذ الابسس ممكن يكون بالبوزيتيف ممكن يكون بالنيجاتيف، بدنا ننتبه للشغله هذه. هلا هون الام 1 مسابي جاي بعد الاو، مزبوط ولا لا؟ يعني جاي على جهه البوزيتيف يعني جهه النيجاتيف، يعني الاكس 1 حتكون بالبوزيتيف، اذا حتكون هذه بالبوزيتيف. طيب الـ X1 ما هي بين الـ O والـ M1، يعني هي كأنه بين الـ M0 والـ M1، مظبوط ولا لا؟ طيب الـ M0 M1 شو بتساوي؟ 5 سنتيمتر. 5 سنتيمتر، ما ننساش هيدا الـ M0 ما هي نفسها مين؟ هي نفسها الـ O. أوكي، فبقول هون بتساوي 5 I فيكتور، وعادة آخر شيء بنحط شو؟ بنحط اليونت. سهلة ولا صعبة؟ سهل. هلا ما بدنا ننتبه لشغله، اذا كانت الام 1 جاي قبل الاو، اذا كانت الام 1 مسابي جاي قبل الماينس بدها تكون بالماينس، فبدنا ننتبه لهالقصه هيدي. اوكي بالنسبه للامتحان بدنا ننتبه اذا الام جاي من بعد الاو يعني بالبوزيتيف الابسس لها، اذا جاي قبل الاو الابسس لها حتكون بالنيجاتيف. اوكي لانه جاي من جهه النيجاتيف. طيب هاي هو الاكسبريشن للار 1 فيكتور. اوكي يعني بدي احل على هذه الطريقه. طيب هلا كيف برسمه؟ من الزيرو للام 1 100%. ما هو مش نحن قلنا الار 1 فيكتور بيساوي او ام 1 فيكتور، فهو هذا الفيكتور بكل بساطه برسمه من الاو للام 1، وهذا هو الار 1 فيكتور. اسهل شيء انه ارسم البوزيشن فيكتور لانه معروف كيف، لا بستخدم سكيل ولا بستخدم استاذ. اذا كان وطلع جواب بالماينس بنعمل خط لتحت صح؟ لعند لتحت. ايه نفس الشيء بالضبط، لتحت لجهه تحت. يعني اذا كانت الام 1 من هون ساعتها بدي ارسمه من هون لهون، هذا بيكون الار 1 فيكتور. اوكي يعني المهم من الاو دائما انا بقيس البوزيشن فيكتور دائما بقيسها من الاو من الاوريجن. تمام اي سؤال هون؟ دو. اوكي طيب هلا بنروح لل 2i. ال 2i شو بدي اكتب ال velocity v3 vector. طيب كيف بنكتب الاكسبريشن لل velocity vector بشكل عام؟ v vector equal v i بالضبط، v vector. i vector طبعا v i vector بالمتر بير سكند حيكون. طيب هذا ال v شو هي هذا ال v اتفقنا؟ هذا speed ولا algebraic value؟ algebraic value. algebraic value هي ال algebraic value لل velocity، يعني ممكن تكون بوزيتيف وممكن تكون نيجاتيف. هلا نحن اتفقنا انه بما انه الموشن دائما بتجي بوزيتيف، دائما عم ناخذ بالبوزيتيف دايركشن، فدائما الالجبريك فاليو للفلوستي حتكون بالبوزيتيف ما راح تجيكم بالنيجاتيف. اوكي طيب هلا ال في 3 فيكتور، طيب كيف نكتبها؟ ايكوال شو؟ ايكوال في 3 اي فيكتور. في 3 اي فيكتور لانه في 3. طيب ال في 3 مش طلعتها انا قبل؟ بل طلعت معي ناسي قديش، على كل حال هي موجوده هون. اوكي بلاش ننسى انه هون عملكم الالجبريك فاليو لل في 3 بوزيتيف لانه دائما الام تمشي بالبوزيتيف دايركشن. طيب ال في 3 طلعتها هي 1.175 اي فاكتور، طبعا هون ما ننسى نحط متر بير سكند. اوكي هذا كتبت هلا شو انا؟ كتبت الاكسبريشن
لل V3 vector. بدنا estimates. هلا بدي اعمل representation. هلا اذا ملاحظين انتم هون شو عاطيني هون؟ scale. scale بدي استخدمه. طيب فكل واحد سنتيمتر اي اللي هو هي عباره عن نعمل كريستي كروس بالضبط 0.4 متر بير سكند. طيب هذه ال 1.175 اللي هي متر بير سكند هي دي مل متر بير سكند تحت 0.4 بنحط هناك اكس وبنعمل له كريستي كروس 100% 1.75 متر بير سكند وهون بنحط الاكس فبيطلع معي الاكس بيساوي هذه ضرب هي قسمه هي يعني 1.175 متر بير سكند ضرب 1 سنتيمتر على 0.4 متر بير سكند. بنلاحظ انه المتر بير سكند بيروح مع المتر بير سكند وبيطلع معي الجواب بالسنتيمتر. هلا على كل حال بيطلع معي تقريبا اذا قسمتهم على بعض بيطلع معي الجواب 2.9 تقريبا 2.9 اوكي. طيب يعني هذا شو؟ هذا طول مين؟ هذا طول الفي 3. هذا طول الفي 3 فيكتور. طيب هلا خلينا نتفق على شغله، هو طبعا هذا النوت ملاحظة مش حنكتبها بالامتحان. بس لنتفق على شغله، الـ V3 فيكتور لارسمه من أي نقطة بدي بلش؟ بلش من الـ O من الـ O ولا من الـ M3؟ من الـ O من الـ O الـ V3 من الـ M3 بس الـ Position فيكتور بس الـ Position فيكتور بنبلش فيه من الـ O اما الباقيين الـ V3 مثلا الـ A3 دائما ببلشوا من النقطة مثلا الـ V3 ببلش من النقطة M3 مثلا الـ V2 vector ببلش من النقطة أي نقطة؟ M2 من الـ M2 إلى آخره ماشي؟ فإذا point of application لهذا الـ velocity vector V3 هو حيكون الـ M3 فحبلش أنا أرسمه من النقطة M3 طيب الـ line of action حأرسمه على أي خط لهذا الـ V3 vector؟ along the x-axis على x-axis على x-axis حيكون موجود طيب الـ direction لإله نفس الـ x-axis لأنه بالـ positive نفس الـ على الـ positive x-axis صح in the positive direction of the x-axis لأنه دائماً الـ velocity vector دائماً اتجاهه direction مع الـ motion in the direction of motion نحن طبعاً الـ motion هون حتكون بالـ positive direction دائماً اوكي طيب هلا اذا بدي ارسمه اذا بدي ارسم الفي 3 فيكتور طيب هون لارسم طول هذا الطول اللي هو 2.93 سنتيمتر شو لازم استخدم؟ مسطرة مسطرة بنجيب هذا المسطرة وبنبلش من نقطة ام 3 اوكي وبرسم من الام 3 وطلوع تقريبا يعني 2.9 وهذا هو الفي 3 فيكتور شايفين المسألة؟ ايه اوكي طيب 3i على اساس سؤال بالامتحان بس نكون عم نحل بنرسم على الرسم الاساسي ولا نرسم وحده جديده؟ لا بترسم انت بنرسم وحده ونحط عليها كل شيء بترسم انت هذه مثلا وحط انت النقطه اللي بدك اياها اللي بدك ترسم عليها وارسم ما ضروري احط كل البوينتس وهيك لا لا مش ضروري بلا ما تضيع وقت عليهم اوكي اوكي طيب الـ 3i بدي اكتب هلا الـ expression للـ A3 vector ايوه الـ expression للـ A3 vector طيب القاعدة هي بشكل عام الـ A vector كيف بينكتب؟ كـ expression AI vector AI vector AI vector طبعا بالمتر بير سكند سكوير طيب الـ A3 vector يعني بيساوي شو؟ A الـ A3i vector بالضبط A3i vector طيب الـ A3 انا طلعته قبل إذا بتتذكروا بتساوي ناقص 21 طلعت معي 0 ناقص 21 إيه طلعت معي بالماينس 21 point something هي ماينس 21.25 هذه الأكسلريشن اللي طلعت معي قبل طبعا بالآي فيكتور وما ننسى نحط هون اليونت متر سكند هذا كتبت الإكسبريشن للـ A3 فيكتور هلا كيف بدي أعمل له ريبريزنتيشن نفس الطريقة هلا اعطيني الـ A من الزيرو ولا من الزيرو تبلش؟ لا الـ A3 بتبلش هيدي من الـ M3 من الـ M3 يعني مثل الـ V بس الـ R بتبلش من الزيرو؟ بس الـ R فيكتور ببلش من الزيرو ماشي؟ ما بدناش ننسى هيدي النقطة ماشي اوكي طيب
بدي استخدم هذا السكيل اللي عطيني اياه، كل 1 سنتيمتر اي اللي قديش 5 متر بير سكند سكوير. طيب هلا بدي اخذ هذا الجواب، هلا بياخذوا بالنيجاتيف ولا بياخذوا بالبوزيتيف؟ بس بدي احطه هون بالبوزيتيف. بالبوزيتيف لاني ليش انا هون عم بستخدم السكيل لطلع الطول، بتعرفوا انتم الطول بيكون بالبوزيتيف. يمكن اقطش الصوت، ماشي الحال؟ لا تمام ماشي. ايه ماشي الحال. فاذا هون بياخذها بالبوزيتيف ما بياخذها بالنيجاتيف، لانه هون عم طلع اللينث لهذا الفاكتور اي 3. اوكي فهيدي اكس وبيطلع مع الاكس على كل حال. هلا هون المس سكينة هي عامل الباور بوينت، هون المس سكينة ماخذيتها بالناقص. بس شو عامله هون؟ عامله اخر شيء محوليتها، عملت لها ابسوليت فاليو. المهم انه لازم تطلع بالبوزيتيف. هلا فيك دوري انت مباشره بلا هيدا الناقص تحطها بالزائد ويطلع معك الجواب بالزائد، ماشي؟ لانه هيدا ال 4.25 سنتيمتر هي اللينث لمين؟ للام 3، مش للام 3، لل للاي 3. اي 3 فيكتور هو طول هذا الفيكتور اللي بدي ارسمه، ماشي الحال؟ طيب هلا اذا بدي ارسم الاي 3 فيكتور من اي نقطه ببلش؟ من الام 3. الام 3 على اي اكسس برسمه؟ اي شو؟ الاكس اكسس. على الاكس اكسس. طيب الدايركشن هون من انتبه للدايركشن حسب الجواب. اذا بتذكروا بالضبط الاي 3 فيكتور ما هو طلعت معي ناقص 21. ناس هون قديش اي فيكتور؟ 25. في عندي هون ناقص، في عندي هون شو نرسمها بالعكس يعني. يعني معناتها الدايركشن للاكسلريشن فيكتور هون حيكون بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ بالنيجاتيف. بالنيجاتيف. فبدنا ننتبه شو طالع معنا الجواب. اذا طالع معي بالنيجاتيف بدي ارسمها بالجهه النيجاتيف، اذا طالع معي بالبوزيتيف برسمها لجهه البوزيتيف. البوزيتيف. اوكي طيب هلا انت بتختار النقطه اللي بدك اياها، هذه الامثله او ديك النقط شو بدي فيهم. طيب بناخذ المسطره ومنحطها على الام 3. طيب هذا الفاكتور بيرسمه لهالجهه ولا لهالجهه؟ هلا بعكس الاكس لا تحت، على جهه شمال. على جهه شمال بالضبط لانه بالنيجاتيف. فهذا هو بيرسمه تقريبا 4.25 سنتيمتر. طبعا الارقام حيكونوا اسهل من هيك يعني. وهذا هو الاكسلريشن A3 فاكتور. شو رايكم يا استاذ؟ هذا سؤال حيجي مثل حكيته بالامتحان. تمام، في اي شيء سؤال؟ لا. اوكي طيب خلينا نبلش بالشابتر 13 اللي هو اساسا تابع لهذا الدرس، اللي هو تابع لهذا الدرس. وين هو؟ هيا ماشي. اوكي كمان سهل، مش صعب. اوكي هذا الدرس بدي يحكي عن الـ 3 types of rectilinear motion. إذا بتتذكروا بالدرس اللي قبل آخر شيء حكيت عن الـ acceleration والـ types of motion، قلت في عندي 3 أنواع من الـ motion. في عندي U R M مش هيك، uniform rectilinear motion. في عندي uniform شو إذا بتتذكروا؟ A R M U A R M accelerated و uniform decelerated و U D R M. بالضبط. هلا باليو ار ام اذا بتتذكروا شو كانت السبيد؟ كانت عم بتقل او تزيد او كونستانت كانت. بالضبط. طيب والاكسلريشن هون شو كانت، شو طلع معي وقتها؟ عم بتزيد. هون زيرو. بالضبط. اذا كانت السرعه ثابته يعني معناتها لا في تسارع ولا في تباطؤ، يعني ما في اكسلريشن اساسا لانه السرعه ثابته. طيب باليو ار ام بحاله الاكسلريشن السرعة شو كان عم بيصير فيها؟ عم بتزيد. طيب والاكسلريشن شو طلع معي؟ بالبوزيتيف وكونستانت. ايوه طلع كونستانت وطلع معي بالبوزيتيف 100%. طيب بحالة اليو دي ار ام الفي شو كانت عم السرعة عم في عم بتقل. مضبوط. هون ما ننسى انه هذا تسارع وهذا تباطؤ، في عم بتقل وبالتالي الاكسلريشن طلعت معي كونستانت بس ولكن شو بالناقص، طلعت بالناقص. هودي الاشياء الثلاثه اللي بدي احكي عنها، يعني هو تابع للدرس اللي قبله.
طيب خلينا نحكي عن أول type of motion اللي هي URM. URM. طيب يا أستاذ من الرسم اللي شايفينها قدامكم كيف بعرف إنه هيد الموشن هي صحيح URM؟ لأنه المسافة بين كل نقطة ونقطة قد الثانية. نفس الشيء. بالضبط. لما المسافة اللي عم يقطع البارتيكل لما المسافة اللي عم يقطع البارتيكل مش عم تتغير مع الوقت فمعناتها هذا الموشن هو URM. اوكي ما ننسى على هذه الفكرة. مثل ما شايفين الـ M0 M1 يساوي الـ M1 M2 إلى آخره. طيب كمان بعدنا بالـ URM. خلينا نطلع شو الـ Speeds. هلا أنتم برأيكم قبل ما نطلعهم شو حيطلعوا؟ حيطلعوا ثابتين ولا حيطلعوا متغيرين؟ لازم يطلعوا ثابتين. لا ثابتين صح. زيرو مش هيك؟ لا الاكسلريشن زيرو بس السبيد شو حتكون؟ ثابتة. حتكون كونستانت. هذا اللي اتفقنا عليه قبل. ماشي؟ طيب خلينا نتأكد. خلينا نطلع الـ V14. الـ V14 هي شو؟ شو بتساوي يعني؟ M1 M2 plus M3 M4. ماشي طيب اوكي فاذا القاعده هي M1 M4 على T4 minus T4 minus T1 3. طيب هلا هون يا استاذ اذا بتلاحظ عطيني هو الابسس X1 X2 X3 X4 وعطيني هو على كل حال عطيني المسافات بيناتهم فين ناخذهم من الاكس ماين اكس 4 ماين ابسولوت اكس 4 ماين اكس 1 بما انه عاطيني هو نفس الساز 3 تاو على 3 تاو بالضبط. طيب هون ناسي اعطيكم انا التاو خلينا ناخذ التاو مثلا 1 سكند اوكي هذه جيفن. طيب طيب اكس 10 4 بالمتر على 6 اوفر 1 ايكوال 6 يعني 6 متر على 3 سكند بير سكند يعني بيطلع 2 متر بير سكند 2 متر بير سكند. طيب V1 M0 M2 هي M0 M2 لأنه بدي أخذ قبل وبعد فيش عندي إلا رقم على T2 minus T0. طيب خلينا نشتغل على الأبس على الأبس 6 minus 2 إيه أستاذ هلا لا تمام ماشي الحال. فاذا ابسوليوت فاليو للاكس ماينس اكس 0 على ماينس اكس 0 على كم تاو؟ 2 تاو. طيب الاكس 2 6 6 ماينس 2 ايكوال 4 اوفر 2 على 2 ضرب 1 سكند يعني 4 اوفر 2 4 اوفر 2 ايكوال 2 متر بير سكند. طلعت معي هنا 2 متر بير سكند وهون طلعت معي 2 متر بير سكند. كمان الـ V3 إجباري تطلع معي في الأخير شيء. كمان رح تطلع نفس أوكي خلينا نطلع فهي أم شو 2 متر بير سكند كمان لازم تطلع 2 متر بير سكند M2 M4 over 2 4 minus 2 T2 equal absolute يعني. X4 minus X2 over 2 tau على 2 tau. طيب X4 هي 10 minus 2 10 minus 6 على 2 second 2 over 2 to 1 2 4 يعني 4 meter 2 meter per second فبيطلع 2 meter per second. هذا اللي كنا يعني هذا اللي كنا متوقعينه يا استاذ هذا اللي كنا نحن متوقعينه. طيب شو بنستنتج هون بحالة ال URM نستنتج انه ال average speed والinstantaneous speeds كلياتهم حيطلعوا constant وشو equal. يعني هون الافرج سبيد شو يعني قصدي بالافرج سبيد يعني الافرج سبيد بين اي نقطه واي نقطه بتاخذها وبتطلعها حيطلع معك 2 متر بير سكند. يعني مثلا اذا اخذت بين ال 0 وال 4 نفس الشيء حيطلع نفس الشيء اذا بتطلعها هذه ام 0 ام 4 على T4 minus T0 absolute للأكس يعني absolute نفس الشيء لل 4 10 minus 2 كمان رح يطلع نفس الشيء 8 over 8 over 4 equal 2 حيطلع معي 2 متر بير سكند. فهذه النتيجة اللي بستخلصها هلا بحالة ال URM انه ال average speed وال instantaneous speeds كلياتهم حيطلعوا equal و constant and constant. طيب
خلينا نشوف الاكسلريشن. هلا شو متوقع الاكسلريشن يطلع؟ زيرو. زيرو اكيد. طيب الاي 2 اذا بدي اطلع الاي 2 شو بتساوي؟ في في 1 ياخذ ال 1 وال 3 مش هيك؟ وفي 2 بس لا قبل ال 2 1 وبعد ال 2 3 شو بياخذ هون في 3 ولا في 1؟ في 3 في 3 ماينس في 1 اوفر تي 3 ماينس تي 3 ماينس في 1 بالضبط. هلا ال في 3 طلعت 2 وال في 1 طلعت 2 وهيدي تحت 2 تاو لانه 3 ناقص 1 2 بيطلع 2 تاو فحتطلع 0 متر بير سكند يعني 0. شايفين؟ يعني حيطلع 0. فشو بنستنتج؟ بنستنتج انه بحاله اليو ار ام بس يكون كونستانت حيطلع 0 الاكسلريشن حيكون كونستانت وطبعا كونستانت يعني على الصفر حيطلع 0. اوكي؟ طيب هلا هون في اشياء جديده. اذا بدي ارسم الاكس از ا فانكشن اوف تايم طبعا هون الاكس بالمتر وهون التايم بالسكند. اوكي هلا كرسم انتم مش مطلوب منكم فبلا ما افوت بهذه الطوشه حاعطيكم الرسم دغري. اذا بدي ارسم الاكس از ا فانكشن اوف تايم بحاله اليو ار ام حتطلع على هذا الشكل هلا اذا بتلاحظوا هون الاكس كيف عم تتغير او شو الشيب للكيرف هون؟ increasing straight line. هلا هون I'm passing through the origin ولا not passing through the origin؟ مش ماري بالوجه. هلا هو ماري بهيدا النقطة. هيدا النقطة اللي هي التقاء الستريت لاين مع هيدا الاكس هي بتمثل الاكس زيرو. اوكي هلا ليش اكس زيرو؟ لانه هيدا النقطة هي على تي ايكوال لزيرو عشان هيك بنسميها اكس زيرو. اوكي فبهذه الحالة الجراف اوف اكس شو طلع معي؟ طلع معي increasing straight line with positive slope ولا negative slope؟ positive slope. طيب خلينا نطلع طيب بما انه هو عبارة عن straight line مش مارق بالأوريجن فحيطلع على شكل y equal ax plus b. هذه بالرياضيات. لا طبعا مش هخليها انا y equal ax plus b. محل ال y شو هحط؟ v. شو حاطط انا فوق على ال y على ال vertical axis؟ حاطط x. طيب ال a هي السلوب. طيب ال x هذه شو هي ال x هون؟ مسيبه هي طيب هي t plus b. طيب اذا طلعت السلوب كيف نطلع السلوب؟ ناخذ 2 بوينتس. ناخذ 2 بوينتس فبناخذ مثلا هذه النقطة. خليني اخذ هذه النقطة الأولى. هي في عندها coordinates 0 0 second و 2 متر. طيب إذا أخذت نقطة تانية مثلا لنقول هذه النقطة مفروض تزبط. اوكي هذه النقطة الثانية شو في عندها coordinates؟ عندها 1 second و 4 متر. طيب إذا بحطهم هودي هون يعني هي هذه الستوب بيساوي y2 minus y1 على x2 minus x1. طبعا هذه ال x1 هذه y1 هذه x2 هذه y2. كيف كنت تشتغل بالجنريترز والريسيفرز؟ هون نفس الشغل. ال y2 هي 4 y1 هي 4 minus x2 هي 1 وال x1 هي شو؟ 0. ف 4 minus 2 حيطلع 2 على 1 اللي هي 2 equal to 2 بالضبط. هلا الفوق شو اليونت لهم؟ اذا بتلاحظوا بالمتر. واللي تحت اليونت لهم؟ بالسكند. فحيطلع معي الجواب 2 متر بير سكند. طب هذه 2 متر بير سكند هي مين؟ الـ V؟
هي ال V بالظبط، هي ال speed. اوكي طيب، فاذا عفوا مش الاكسلريشن، السلوب هون ايه؟ هلا جاي مثل قصه الاكسلريشن، بس هون السلوب حيطلع مين؟ حيطلع ال V. اوكي طيب، هلا بالنسبه لل B، ال B هي شو هي ال B؟ 2 y intercept. هي ال y intercept اللي هي بتساوي قد ايه؟ 2 متر. طيب هذا ال 2 متر هو مين؟ هو ال x 0. فصرت انا اعرف شغلتين، ال a هي ال v اللي هي ال speed، وال b هي مين؟ بس من وين جبنا ال 2؟ اي هذا ال 2 هذا اللي فوق ال y intercept. الواي انترسبت هي التقاء هذا الستريت لاين مع الـ مع هذا الاكسس، مع الفيرتيكال اكسس. هي هذه التو، ومسابي هون التو متر هي الاكس زيرو، هي على طول حتكون البي هي الاكس زيرو. فبيطلع معي قاعده يا استاذ، بيطلع معي قاعده اللي هي بدي احفظها بحاله اليو ار ام، انه الاكس بيساوي في تي بلس اكس زيرو. هذه قاعدة بيستخدمها بأي URM motion. أوكي، فهذه أول قاعدة بدي أحفظها اللي هي هذه x equal vt plus x0. طبعاً هون الx هو شو؟ هو الأبسسة of m of the particle m at instant t. ال V شو هي ال V؟ هي ال algebraic value of the velocity. T هو ال time معروف. ال X0 هو شو ال X0؟ X0 هو ال intercept؟ هي ال intercept، ولكن نحن بنسميها ال initial abscess. Initial abscess لأنه هي ال abscess على T equal to 0. فهذه القاعدة بدنا نحفظها يا أستاذ، هذه القاعدة بس بستخدمها وين؟ بحالة الـ URM. بس بحالة الـ URM. ماشي يا أستاذ؟ هذه قاعدة مطلوبة للحفظ. طيب، إذا برسم هلا الـ velocity as a function of time. طيب أنا الـ speed شو طلع معي الـ speed؟ بحالة الـ URM بيكون constant ولا مش constant؟ constant. طيب اذا برسم انا الـ velocity الـ v اللي هي بالمتر بير سكند، اذا برسمها بال as a function of time، قديش طلعت معي هي على كل حال؟ مش طلعت معي 2؟ بلا بتطلع constant. بتطلع constant. طيب اذا هون حطيت مثلا 0 1 2، فهذا الـ velocity او الـ velocity الكيرف لها حيطلع هيك جاهز، لأنه دايماً constant، عم يكون 2 2 2. بأي وقت بيكون شو؟ 2 2. أي وقت بيكون 2. وبالتالي هي هيدا الرسم اللي حتطلع معنا بحالة الـ URM إذا رسمت الـ velocity as a function of time، حيطلع معي هيدا الرسم. أوكي، فشو بستنتج هون؟ إنه الـ V constant معروفة، يعني V constant و positive. أوكي طيب، فإذا بحالة الـ URM، بحالة الـ URM إذا رسمت الـ X as a function of time كيف حيطلع؟ Increasing straight line not passing through origin. Passing through the origin حيبلش من هنا مثلا. هلا ممكن يبلش من الـ origin، ممكن بيكون بهذه الحالة. إذا بلش من الـ origin شو بيكون الـ X zero بيساوي؟ Zero. طيب وشو القاعدة اللي استنتجتها من هون او اللي طلعت معي من الجراف؟ انه الاكس شو بيساوي؟ في تي بلس اكس زيرو. هذه القاعدة بدنا نحفظها. طيب اذا طلب مني ارسم، او هو مش حيطلب مني ارسم، بس اذا بدي ارسم ال V as a function of time، خرب بيته توشني. لا حول الله يا رب، يعني في حدا بيقدم بهي الطريقة؟ بالله عليكم حيكون constant.
اوكي سهل يا استاذ ولا صعب؟ سهل سهل. فعندي هذه القاعده الوحيده اللي بستخدمها بحاله اليو ار ام هي هيك. اوكي طيب بنروح لقصه اليو اي ار ام. طيب اذا ملاحظين هون من الرسمه شو شايفين؟ يعني بقدر دغري اعرف انه هذه الموشن للبارتيكل ام هي يو اي ار ام، انه هون عندي اكسلريشن عم تزيد السرعه. كيف اعرفه؟ ديستانس عم بتزيد، ديستانسز عم يزيد بالضبط. يعني ام 0 ام 1 ام 1 ام 2 عم تزيد المسافه. بما انه المسافه عم بتزيد يعني معناتها انه التايب اوف موشن هو يو اي ار ام. اوكي عم اشتغل احنا هذا مش مشكله. اوكي هلا بما انه نحن بنعرف باليو اي ار ام الفيلوسيتي او السبيد شو بيكون عم يصير فيها؟ عم يزيد، عم بيزيد. هلا انا اعطيتكم هون اكزامبل السرعات لهذا البارتيكل مثل ما شايفين هون عم بتزيد، ولكن هون السبيد عم بتزيد بشكل عشوائي ولا بشكل منتظم؟ بشكل منتظم. يعني شايفين عم بتزيد 2 2 إذا بتلاحظوا. عم بتزيد 2 2 اوكي. إذا طلعت الأكسلريشن يا أستاذ شو لازم constant. ايوه الاكسلريشن لازم يطلع كونستانت وشو؟ بوزيتيف. وبوزيتيف. فهون اذا بدي اطلع الاكسلريشن اي 1 هي في 2 مش هيك؟ لانه بياخذ 2 0 ناقص في 0 على تي 2 ماينس تي 0. خلينا ناخذ التاو هي 1 سكند. طيب الفي 2 هي 4 الفي 0 هي 0 متر بير سكند على 2 تاو يعني على 2 سكند يعني بيطلع معي 2 متر بير سكند سكوير. اذا طلعت الاكسلريشن اي 2 كمان يا استاذ بين الثلاثه نفس الشيء وقت كمان حيطلع معي 2 متر بير سكند سكوير. فبنستنتج بحاله اليو اي ار ام انه الاكسلريشن حتكون